نروح سريعا كده لمع ام ضد لعب مباراه الاهلي والزمالك في الدوري خارج مصر، في الدوري تتلعب خارج مصر، لان كان قيل ان الاتحادات الدوليه بترفض لعب الدوري خارج مصر. هو كابتن خالد انا ضد، يعني لا ضد ولا مع، لسبب هو يعني ما ينفعش يتلعب بره مصر. لكن هو لما بتلعب اهلي وزمالك بره مصر هي موضوع تسويق. انت كنت في السوبر الافريقي؟ ايوه تمام. حضرت الماتش من الملعب؟ ايوه تمام. ده حاجه كانت جامده جدا طبعا اكيد. وبرده بيبقى فيه دوافع ماليه للانديه كلها مش للاهلي والزمالك بس. طيب التعاقد مع الشركه الالمانيه لاداره مسابقات الكره المصريه مع ام ضد؟ والله كان يعني مرحله دي مرحله مطلوبه عشان يبين كمان ان الناس اللي كانت موجوده مش سيئين زي ما الناس بتقول. لا، استمرار قياده الحكام الاجانب لمباراه القمه؟ ضد طبعا. ضد طبعا. تحكيم مصر. قياده المدربين الاجانب لانديه القمه والمنتخبات؟ المنتخبات لا، انا مع المصريين طبعا، مع الوطني. طبعا. لكن اديت القمه اجانب ما فيش مشكله. ما طبعا. رحيل اسماء المعروفه في اداره الكره المصريه والاستعانه بالشباب، يعني ايه يعني؟ يعني كل الوجوه القديمه تمشي ويدوا فرصه للي جاي. واللي جاي من غير خبرات الناس القدام هتمشي ازاي الامور يعني؟ تمام. يعني انت ضد هبوط فريقين فقط من الدوري الممتاز لدوري المحترفين، مع ام ضد؟ كان المطلوب عشان بتعمل شكل جديد للدوري ان يكون الشكل الدوري، او انك تبين للانديه برضو ان في حرص على انك تدعم الانديه. هم اللي طلبوا كده على فكره. عدم وجود فرق جماهيريه وزياده عدد فرق الشركات، مع ام ضد؟ لا ضد طبعا. انا اتمنى ان الانديه الجماهيريه كلها، اتمنى الشرقيه طبعا تبقى موجوده. الشرقيه دي تالت محافظه في مصر من حيث عدد السكان. 10 مليون مواطن. 10 مليون؟ امال ايه طيب؟ والدقهليه والغربيه طنطا، يعني بكلم حضرتك. لا يعني